السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه الشهيوات ووصفات ام هبه. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله وصفه للزكام او نزله البرد. احتاج الى عندي هنايا الزعتر والحليب. الزعتر والحليب كيخففوا شويه من الزكام او نزله البرد. دابا غنشدوه ونغسلوه ونصفيه عاد غنطيبو. هذا هو الزعتر ديالنا ودابا غسلته. غنجيب هاد الكاسرونه غنديرو فيها، كنهز غير شويه بحال هكا بهذه الطريقه بحال هكا وكنديرو حتى الا كثرنا فيه بزاف غيجينا حار. وغنزيد عليه الحليب. بسم الله. دابا غندير يطيب. صافي انا درت الحليب ديالي كيطيب، غنستنى ليه حتى يغلى مزيان. غنزيد فيه هاد شويه ديال السكر. اول حليب ديالي بدا كيغلى. صافي ها هو يغلى، بدات كطلع الغليه ديالو. صافي غنطفي عليه. ها هو كيفاش بدات كطلع الغليه ديالو. صافي دابا غنطفي عليه. انا طفيت عليه. صافي دابا طفيت عليه. صافي الحليب ديالي ها هو يا. دابا غنديرو في الكاس. هذا هو الكاس اللي غندير فيه. بسم الله. نصفي. دابا هو الحليب صفيتو. طريقه استعمال الحليب مع الزعتر، كنشربوه قبل النوم وكنغطوه مزيان وما كنخرجوش للبرد. ولا كانت شي مراه حامله ما تشربوش، راه كيضر بالحمل ديالها. وكيشربوه الوليدات الصغار وكيشربوه حتى الكبار. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.